واقفه وتظاهره نسويه اتعملت قدام مكتب الامم المتحده في القاهره. بيهتفوا بس عشان السيدات اللي في السودان، اللي في غزه، السيدات بوضع عام، يعني حتى ما اتكلموش على المصريات. بالمناسبه كانت واقفه قدام المكتب الاقليمي لهيئه الامم المتحده للمراه في القاهره، وبالتضامن يعني مع النساء في غزه والسودان. اللي بيحصل في السيدات في غزه طبعا من قتل ويعني خلاص مش محتاجه اتكلم عن اللي بيحصل في غزه، الصوره ابلغ بكتير من اللي انا ممكن اقوله. وكمان اللي بيحصل مع السيدات في السودان، بنسمع عن حالات ضرب واعتداء واغتصاب وامور كتيره جدا جدا جدا. فقامت مجموعه من السيدات الناشطات في المجال النسوي يعني، وعملوا وقفه، وكان في بيان، بيلقوا البيان قدام مقر او مكتب هيئه الامم المتحده الاقليمي للمراه في القاهره فقط. تعالوا نسمع البيان ونشوف ايه فيه اللي ممكن يكون سيء ويغضب الامن في مصر عشان يقوم بالأعمال اللي قام بيها بعد إلقاء البيان. تعالوا نسمع. هيئة الأمم المتحدة للمرأة، نحن مجموعة من المصريات، هالتنا الفظائع التي تواجهها إخواتنا الفلسطينيات جراء حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني منذ أكتوبر 23 وما سبقه من عقود من الاستعمار، وتلك التي تواجهها إخواتنا السودانيات جراء الاقتتال الداخلي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المدعوم من قوى خارجية تقليدية استعمارية جديدة منذ إبريل 23 وما سبقه من حروب وقمع. هلنا كذلك تقاعس الأمم المتحدة عن حماية الشعبين من جرائم الحرب الجارية لا سيما الجرائم الجنسية، بل ومساواتها في معظم الأحيان بين المجرمين والضحايا. هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتحديد باعتبارها الهيئة الأممية المعنية بتباعة عمل الحكومات على ضمان السلام والأمن للنساء، إضافة إلى كونها معنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء وحمايتهن من كل أشكال العنف والتمييز، ليست فقط غائبة عن دورها في الدفاع عن حق الفلسطينيات والسودانيات في الحياة والحرية والكرامة، بل تشارك أيضا في الحرب عليهم بصمتها وتخاذلها وأيضا بالتمييز ضدهم. لذلك نقدم إليكم بمطالبنا التي تشاركنا فيها الكثير من الحركات النسوية حول العالم. 1- الوقف الفوري والفعلي لكافة الأعمال العسكرية التي تقوم بها دولة الاحتلال في غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والوقف الفوري والفعلي لإطلاق النار في السودان، حيث إن قرارات مجلس الأمن المتحدة التي تقوم بها دولة الاحتلال في غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والوقف الفوري والفعلي لإطلاق النار في السودان، حيث إن قرارات مجلس الأمن يعني هو ده مش كل البيان، بس دي الخلاصة. رسائل من سيدات مصريات ناشطات معترضين على اللي بيحصل للنساء في غزة وللنساء في السودان، بيطالبوا بوقف العدوان على السيدات في غزة وكذلك السودان، في كلمة قدام أو أمام مقر للأمم المتحدة في القاهرة. بس تاني بأكد يعني بتفهم، رغم ان انا ضد تماما، بس بتفهم لو مثلا هتاف حصل بسقوط النظام، بالاعتراض على الغلاء، على سوء الاحوال المعيشيه، على الوضع الاقتصادي السيء، على الوضع السياسي، على الوضع على مستوى الحريات والقمع اللي موجود، اتفهم ان ده يغضب الامن، يغضب المسؤولين في مصر فيبعتوا أجهزة الأمن إنها توقف المظاهرة ولا الوقفة ولا زي ما يكون. أتفهم ده، أتفهم إن ده يحصل وإحنا مثلا خرجت بعض التظاهرات للتنديد ببيع تيران وصنافير، أو حتى التنديد ببيع أرض رأس الحكمة، أتفهم ده. لكن إن سيدات واقفة قدام مكتب الأمم المتحدة بتطالب بإن نوقف الحرب في غزة، مطلب بقاله 200 يوم كل العالم اتكلم فيه، ما في
ناشط، ما في حقوقي، ما في سياسي، ما في إنسان، إنسان مجرد إنه إنسان شاف اللي بيحصل في فلسطين وقلبه ما وجعوش وقال ما كفاية بقى، عايزين نقول للكيان الصهيوني كفاية. السيدات في السودان اللي خرجوا من بيوتهم بسبب الحرب وتشردوا، وحط بقى تحت كلمة تشردوا دي 1000 خط، 1000 خط، كونها تخرج من بيتها بأولادها وتقوم برحلة كلها مخاطر بتدفع فيها اللي وراها واللي قدامها كل اللي معاها من فلوس أو مدخرات لمجرد أنها تنجو هي وأولادها يروحوا لأي مكان آمن، وممكن خلال الرحلة دي تتعرض لمخاطر بعضها بيوصل للموت، وكنا عرضنا قبل كده يعني رحلات الموت دي، الخروج من السودان للوصول لمصر بتبقى عاملة ازاي على سبيل المثال، مصر مش كلها مصر طبعا. ورغم ذلك اللي موجودين داخل السودان بيتعرضوا للاغتصاب من قبل القوات المتحاربة هناك، فلما يطلعوا رسالة زي كده تزعج النظام في ايه؟ لا والله سؤال بريء، والله سؤال بريء، تزعج النظام في ايه؟ يبعت قوات الأمن للكام سيدة اللي لا يتجاوزوا 20 اللي واقفين بيقولوا رسالة سلمية في إيه؟ بس حد يفهمني، حد يفهمني. هم الحق اللي حصل إيه؟ وهم واقفين بيتكلموا خرجت لهم واحدة مسؤولة مصرية من جوه المكتب وقالت لهم يا جماعة اللي انتوا بتعملوه ده ما ينفعش، يعني احنا كده مش هنسمع، شكلوا لنا وفد هو اللي يدخل ويوجه الرسالة والبيان للمسؤولة جوه. تمام، خدوا 3 منهم ودخلوا على المقر. هم يا دوب دخلوا سمعوا الصريخ والصويت، ايه اللي بيحصل ده؟ في افراد امن لابسين مدني خدوا التليفونات من ايد النشطاء اللي واقفين بيقروا الهتاف اللي معاهم ده وجريوا. هوب الحق، ده في عربية ميكروباص واللي فيها بيشدوا بعض الناشطات اللي كانوا واقفين في الوقفة دي، ودول أمن، تبقى واضح إن أشكالهم معروفة يعني. ليه؟ واتقلبت الوقفة وبقت فضيحة، فضيحة عالمية، فضيحة عالمية الحقيقة. يعني إن في إيه يا جماعة؟ أنتوا لا عايزين الناس تتكلم على وضعها ولا في المطلق يدوا بيان، يعني بيان، بيان في المطلق ان ارحموا بقى سيدات غزة، ارحموا نساء غزة، ارحموا نساء السودان. ولو هفتح القوس مش هيقفل، ارحموا السيدات المصريات، السوريات، اليمنيات وغيرهم وغيرهم. هو حد في الدنيا بيقول يعني ان النساء في العالم عايشين في حياة في اليوتوبيا؟ اليوتوبيا خالص. فكان ده الوضع. احمد دوما الحقيقة اظن معانا فيديو ليه وهو بيتكلم، مش لا صورة، البوست اللي كتبه، البوست اللي كتبه، قال لك المعتقلات والمختفيات حتى الآن: ماهي نور المصري، رشا عزب، مي المهدي، إسراء يوسف، أسماء نعيم، لينا علي، فريدة الحفني، راجي عمران، لبنى درويش، إيمان عوف، هدير المهدي، المهداوي أسفة، هدير المهداوي. وبعد كده راح عامل تحديث تاني بعدها بشوية وقال اختفاء الصديق يوسف شعبان من محيط مكتب الأمم المتحدة بالتزامن مع فض الواقع. كان في واحد من أصدقائه موجود وقتها، ممكن يكون صحفي، مراسل، بلوجرز، واقف يلا خدوه هو كمان في رجليهم. وخدوا بقى كمان الأكتر يعني، واختطاف محمد فرج. مين محمد فرج ده؟ ده واحد بقى ملوش علاقة بالقصة خالص، ده واحد كان رايح ياخد ابنه من الحضانة وهو من سكان المنطقة، فخدوه هو كمان. انت مش موجود في المكان يلا بالمرة. ما هو بقى أثناء عملية الاعتقال ما بيفرقوش، بياخدوا عاطل مع باطل لحد ما يبان لك صاحب، وساعتها تقدر ان انت ان شاء الله بالسلامة يا تخرج يا تفضل مشرف عندنا شوية. برضو كمان في بقى هنشوف دلوقتي يعني في فرد أمن من المسؤولين عن تأمين مكتب الأمم المتحدة للمرأة وهو بيخطف، مش أنا بقول لكم الواقعة حصلت إزاي وهروح للواقعة بالتفصيل دلوقتي، بيخطف تليفون واحدة من اللي كانوا مشاركين في الوقفة الاحتجاجية. وطبعا كان في عدد كبير من الشهادات اللي أقروا أن أفراد الأمن سرقوا تليفوناتهم واعتدوا عليهم. تعالوا نشوف. والله العظيم ستات جدعة، والله وأقسم بالله ستات جدعة. هم اللي واقفين دول عارفين إنه مش حرامي، بس عشان صوتهم يتسمع هيقولوا إيه؟ حرامي حرامي. شفتوا البنت اللي نطت في العربية، نطت في العربية وهو رايح واخد التليفون وبيجري. وهل دي، هل دي أفعال طليق؟ هل دي تصرفات طليق بالأمن؟
يخطف تليفون ويجري، هتعمل ايه بالتليفون اللي خطفته وجريت ده؟ بس عشان افهم، هتعمل ايه بالتليفون اللي خطفته وهتجري؟ ده كل تليفون دلوقتي عشان تفتحه بباسورد، عشان تفتح ابلكيشن بباسورد، وعشان وعشان وعشان، وفي بقى كمان اللي ايه بيتخذوا الحيطه اكتر واكتر زي بصمه العين، اي ابلكيشن عندي بيتفتح ببصمه العين الاول قبل اي حاجه، فواخد تليفون وتجري عشان ايه اللي على التليفون؟ ايه اللي على التليفون خطير انت بالنسبه لك عملت انجاز ورايح تقول للقياده بتاعتك انا الحمد لله رحت المظاهره وسرقت الموبايل ده وجيت جري. عيب. الصوره مش حلوه. ده غير بقى طبعا الاعتداء، الاعتداء على النساء. وانا بتكلم هنا على المشاركات اللي كانوا موجودين وافراد الامن بيعتدوا عليهم ويزقوهم ويضربوهم ويوقعوهم على الارض وبعضهم اتسحل عشان يخطفوا من وسطهم مجموعة من السيدات. هنشوف دلوقتي وقت بيعتدوا على رشا عزب الناشطة والصحفية رشا عزب وقت الاعتداء عليها. تعالوا نشوف. قبل الاعتداء على رشا عزب بدقائق كانت كاتبة بوست من كلمتين، الداخلية هجمتنا وخطفت تليفون متظاهرة مننا وطلعت تجري. الداخلية هجمتنا وخطفت التليفون متظاهرة مننا وطلعت تجري. فهوب بعدها بدقائق كان في اعتداء عليها واعتقال ليها. أنا مش قادرة أقول اعتقال بالمناسبة، لأن لغاية اللحظة، حتى اللحظة اللي احنا فيها دي، اسم شرطة التبين بينفي تماما إن الفتيات المختفيات دول عندهم. احنا ملناش دعوة، احنا ما نعرفش، وما فيش من المحامين والنشطاء والمهتمين إلا انهم عمالين يلفوا على اقسام الشرطة المختلفة عشان يعرفوا البنات دول فين، ايه ذنبهم، طيب ايه الخطأ اللي حصل منهم. الهام عدروس الحقيقة كتبة، هي وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية، كتبت وقالت، قالت توجهت اليوم مع عدد من السيدات لمقر المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمعادي لمطالبتهم بالتحرك الفعال لحماية إخواتنا في فلسطين والسودان. وقفنا على الرصيف المقابل للهيئة نرفع لافتتنا ونهتف بمطالبنا. خرجت لنا مسؤولة من الهيئة وطلبت أن تدخل مندوبات منا لمقابلة رئيسة المكتب سوزان ميخائيل، وبالفعل دخلت أنا وراجي عمران ومي المهدي ومعانا الخطاب اللي كنا جهزناه وبيتضمن مطالبنا. وبعد دخولنا مباشرة سمعنا صراخا من الخارج، فخرجنا لنجد شخص قد سرق موبايلين من الزميلات الواقفات بالشارع. صرخت السيدات حرامي حرامي، لكنه لم يكن حرامي بل تابع للأمن، وهرب من السيدات في سيارة تابعة للأمن. قال لنا العاملون بالهيئة ما تقلقوش هنتصل بالشرطة ونعد لكم تليفوناتكم وتفضلوا عشان تقابلوا مسؤول المكتب لنقاش مطالبكم. ودخلنا بالفعل إحنا التلاتة وقابلنا السيدة سوزان ميخائيل وعدد من مسؤولات المكتب، وأخبرونا أن الموبايلات هترجع عن طريق أمن المكتب ولن يحدث مكروه لزميلتنا بالخارج. عرضنا مطالبنا بسرعة وطلبنا التركيز على سلامة زميلتنا بالخارج. خرجنا لنجد عدد كبير من رجال الأمن بزي مدني يصرخون في الزميلات ويحاولون اعتقال رشا عزب. تشبثنا ببعض وطلبت مننا مسؤولة مصرية من المكتب أن ندخل جميعا لمقابلة الرئيسة. كنت ممسكة بيد رشا عزب وعدد من الزميلات نحاول الدخول للمكتب. وقتها بدأ العنف المباشر بالضرب والشد وسحبوا رشا من إيدينا. جرينا وراهم، شاهدت رشا يركبوها سيارة ودفعني أحدهم بالقوة لأسقط على الأرض، وشاهدت مهنور المصري يدفعوها بقوة لتسقط على وجهها على الأرض، ثم شاهدتهم يعتقلون مهنور المصري في ميكروباص ومي المهدي في سيارة أخرى، وعدد من رجال الأمن يحاصرون إيمان عوف وهي تحاول اللحاق برشا، وأعتقد أنهم اعتقلوها، وسمعت أحدهم بيقول خد راني يا عمران كمان، خد راجي يا عمران كمان، وعدد كبير من المشاركات تليفوناتهم مقفولة. طب بالله عليكم، هل الموقف كله محتاج ده؟ هل الموقف كله يستدعي الفيلم اللي اتعمل ده كله؟ أتمنى إننا نسمع وقبل نهاية الحلقة إن السيدات اللي تم اختطافهم من الوقفة الاحتجاجية رجعوا لبيوتهم،
والموضوع كان فيه سوء تفاهم مش أكتر، أتمنى الحقيقة.